بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، الحقيقة إعجاز القرآن لا ينتهي. النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك بقوله: ولا تنقضي عجائبه. يتحدث طبعا عن القرآن، ولا تنقضي عجائبه. من عجائب القرآن أنك إذا بحثت عن أي شيء تجد فيه إعجاز، أي شيء، يعني مجرد أن تجلس وتبحث تجد إعجازا به. أنا الآن دعوني أيها الأحبة أتأمل برنامج إحصاء القرآن، هذا البرنامج الرائع الحقيقة، أنصح الجميع بتحميله، وهو موجود على موقعنا. يعني تأتيني أسئلة في كل حلقة، تأتيني أسئلة أين رابط البرنامج. البرنامج موجود على موقع الكحيل، ابحث عن موقع الكحيل على الإنترنت تجد الموقع وتجد البرنامج، وهو يعمل على نظام ويندوز فقط، نظام ويندوز. إن شاء الله يعني نحاول الآن إنتاج تطبيق على الموبايل يتضمن يعني معظم العمليات الموجودة هنا في برنامج إحصاء القرآن. نطلب منكم الدعاء بالتيسير إن شاء الله. أحبتي في الله، تأملوا معي، القرآن كسور، دعوني أعرض السور. لدي أول سورة هي الفاتحة، آخر سورة هي الناس. إذن أول سورة سورة الفاتحة، آخر سورة سورة الناس. من الفاتحة إلى الناس، هذا هو القرآن، يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وينتهي من الجنة والناس. هذا الكتاب الذي يبدأ بالفاتحة وينتهي بالناس نزل في 23 سنة، نزل في 23 سنة. معجزتي التي أريد أن أحدثكم عنها اليوم، المعجزة التي يعني من الله علينا باكتشافها، تتعلق بالعدد 23، العدد 23. في البداية دعوني أذهب معكم إلى أول سورة نزلت من القرآن، وهي سورة العلق. انظروا أيها الأحبة هنا، سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. طبعا لماذا أنا ذهبت لأول سورة نزلت من القرآن؟ لأننا نجد فيها العدد 23، عدد سنوات نزول القرآن، بطريقة غريبة. انظروا هنا أيها الأحبة، عدد الحروف الهجائية في هذه السورة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وهكذا حتى نصل لقوله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. عدد الحروف الهجائية 23 حرفا هنا أيها الأحبة، كأن الله يريد أن يعطيك رسالة أيها الإنسان، يقول لك: انظر، أنا خزنت الرقم 23 في أول سورة نزلت على هذا النبي الكريم لأقول لك إن مدة نزول القرآن هي 23 سنة. طبعا هذه إشارة خفية نكتشفها اليوم، في السابق مستحيل أحد أن يفكر بهذه الطريقة، ولكن البرامج الإحصائية جعلتنا اليوم نفكر بهذه الطريقة، وندرك أن كل شيء محكم في هذا القرآن، لا يوجد فيه عبث أبدا أيها الأحبة. دعوني أتابع معكم الآن أول سورة في القرآن سورة الفاتحة، وآخر سورة سورة الناس. قبل أن أنتقل للرقم 23، أنا أحب هنا فقط أيها الأحبة أن أدمج واو العطف. يعني لدينا في طريقة عد الكلمات يمكن أن تعتبر واو العطف كلمة مستقلة، هذا منهج أنا أتبعه غالبا، وهناك منهج آخر صحيح وهو المتبع من قبل معظم الباحثين، وهو أن تدمج واو العطف بالكلمة التي بعدها وتعتبرهما
تعتبرهما كلمة واحدة. يعني مثلا هنا مثلا وإياك كلمة، إذا فصلت الواو ستصبح وإياك كم؟ كلمتان. هنا كلمتان، الواو كلمة وإياك كلمة. أنا أريد أن أستخدم دمج الواو لنكتشف معجزة قائمة على هذا المنهج، لأن كل منهج أيها الأحبة يعطيك مجموعة من التوافقات الرقمية. كذلك كل رواية وكل قراءة من قراءات القرآن لها أيضا إعجاز مختلف. فأنا الذي وجدته أن الله سبحانه وتعالى عدد الروايات من أجل تعديد الإعجاز، إعجاز متعدد. في كل رواية من روايات القرآن نجد إعجازا رقميا مبهرا ويختلف عن الآخر سبحان الله. ليقول لك الله لا يأتون بمثله لأنك قد تأتي بجزء بجملة بقصة مثلا تظن أنها إعجازية، ولكن القرآن يقرأ على مثلا 10 أوجه. وهناك طبعا روايات، هناك طرق أيضا بعد الروايات، يعني كلها فيها إعجاز. هنا أيها الأحبة سورة الفاتحة، سورة الفاتحة تتحدث عن الله، بسم الله بسم الله. وسورة الناس تتحدث عن الناس، قل أعوذ برب الناس، وتنتهي من الجنة والناس. إذن أنا لدي سورتين، أول سورة هي سورة الفاتحة تتحدث عن الله وصفاته والدعاء لله وطلب الهداية من الله، كلها عن الله سبحانه وتعالى. والسورة الأخيرة طبعا هي استعاذة، لم يذكر فيها اسم الله، آخر سورة لم يذكر فيها اسم الله، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، إلى يعني حتى تصل من الجنة والناس. الحقيقة أيها الأحبة أول سورة في القرآن لو بحثنا عن حروف الله ألف لام هاء، الحروف الهجائية لاسم الله ألف لام هاء، وبحثنا عن حروف كلمة الناس في آخر السورة التي تتحدث عنها سوف نجد نفس الرقم وهو 7 في 7، لأن الإعجاز أساسا يقوم على رقم 7 في القرآن. انظروا أيها الأحبة، هذه سورة الفاتحة، أنا لدي هنا جمع الحروف، ميز لجمع الحروف، يعني عندي حرف الألف تكرر 22 مرة، اللام 22 مرة، الهاء 5 مرات. إذا كتبت هنا ألف ولام وهاء يقوم البرنامج بجمع الحروف يعطيني 7 في 7، ويمكن أن نأخذ التفاصيل 22 زائد 22 زائد 5 يساوي 49، 7 في 7. إذن اسم الله حروف لفظ الجلالة ألف لام هاء ذكرت في أول سورة 49 مرة 7 في 7. آخر سورة إذا بحثنا عن حروف كلمة الناس لأنها تتحدث عن الناس ماذا نجد؟ سنجد نفس العدد. انظروا أيها الأحبة، هذه سورة الناس، سأبحث عن حروف الناس، ألف تكرر 18 مرة، لام 12 مرة، النون 9 مرات، وطبعا الألف مكررة، السين 10 مرات، المجموع كم؟ 7 في 7، 49، 7 في 7، هو الرقم ذاته. يعني أول سورة تتحدث عن الله جاء حروف لفظ الجلالة ألف لام هاء 49، 7 في 7، وهي 7 المثاني طبعا. وآخر سورة تتحدث عن الناس جاء حروف كلمة الناس دون مكرر طبعا أيضا 7 في 7، 49 حرفا. سبحان الله، يعني هذا التوافق عجيب. الآن عدد، يعني أنا سأخذ أول آية وآخر آية أيها الأحبة. لو ذهبنا هنا إلى عرض الآيات، أول آية كلماتها كم؟ 4. كلماتها كم؟ 4. آخر آية من الجنة والناس كلماتها 3، المجموع كم؟
4+3=7. عدنا للعدد 7. طيب لو أخذنا أول سورة، سأقوم بعرض السور. أول سورة سأختار الآن أيها الأحبة فقط أول سورة وآخر سورة من هنا، أول سورة وآخر سورة. إذن البرنامج هنا عزل لي أول سورة وآخر سورة. انظروا أحبتي في الله كم كلمة لدينا، مجموع كلمات أول سورة وآخر سورة 49 كلمة، يعني 7 × 7، يعني كلمات أول آية وآخر آية يساوي 7، وكلمات أول سورة وآخر سورة يساوي 7 × 7. هو نفس ذكر اسم الله في أول سورة 7 × 7، وذكر كلمة الناس في آخر سورة 7 × 7. يعني هذا التوافق لا يمكن أنا ولا أي إنسان لديه حس رياضي أن يقول هذه مصادفات. الآن أيها الأحبة، قلنا أول سورة وآخر سورة وبينهما القرآن، كل هذا نزل خلال 23 سنة. أنا الذي لفت انتباهي أنني عندما بحثت عن اسم محمد صلى الله عليه وسلم في أول سورة وآخر سورة فقط، وجدت أنه يتكرر عددا من مضاعفات العدد 23. وعندما بحثت عن كلمة رسول أيضا تتكرر مضاعفات 23، هو عدد سنوات نزول القرآن. وعندما بحثت عن اسم الله أيضا يتكرر مضاعفات 23. انظروا معي أيها الأحبة، الآن أنا حددت السورتين، السور المحددة 2، أول سورة هي الفاتحة وآخر سورة هي الناس. هنا طبعا أنا أريد أن أبحث عن اسم محمد، طبعا مع الحروف كاملة، محمد. كم لدي هنا؟ لدي 46 حرف، 23 × 2. اسم محمد يتكرر في أول سورة وآخر سورة 46 مرة، 23 × 2، إذا مضاعفات 23 عدد سنوات نزول القرآن. والعدد 46 هو أجزاء النبوة كما تعلمون، النبي له حديث عن الحياء أنه جزء من أو الرؤية الصالحة عفوا، يعني الحياء هو شعبة من الإيمان، والرؤية الصالحة هي جزء من 46 جزءا من النبوة، من أجزاء النبوة. يعني لو قسمنا النبوة إلى 46 جزء يكون لدينا جزء كامل هو الرؤية الصالحة. إذن أيها الأحبة، هنا نحن لدينا في أول سورة وآخر سورة اسم محمد يتكرر 46 مرة، 23 × 2. طيب كلمة رسول كم تتكرر؟ يعني هل يمكن للمصادفة أن تتكرر هكذا أيضا 23 مضاعفات 23؟ دعونا هنا نبحث عن كلمة رسول، الراء 11 مرة، السين 13، الواو 11 أيضا، واللام 34، أصبح المجموع 69 مرة، يعني 23 × 3. إذن حروف كلمة رسول تكررت أو ذكرت في أول سورة وآخر سورة مضاعفات 23 الذي هو عدد سنوات نزول القرآن. لأننا أحبتي في الله، لأننا نبحث أول القرآن وآخره، أول القرآن إلى آخره نزل في كم سنة؟ في 23 سنة. فجاء هنا العدد 23 مقصود من الله سبحانه وتعالى ليقول لك إن هذا الكتاب كامل. إياك أن تقول هناك مصحف فلان ومصحف فلان وتم حذف سور من المصحف، وسورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة، وسورة كل هذه خزعبلات لا أساس لها أيها الأحبة. القرآن الذي بين أيدينا هو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أقره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي سيبقى إلى يوم القيامة. هذا إثبات مادي أيها الأحبة، لم يتغير، نزل ضمن 23 سنة. طيب اسم الله عز وجل كم مرة ذكر؟ يعني ألف لام لام ها،
انظروا أيها الأحبة، إذا بحثنا عن اسم الله كاملا، طبعا نحن نبحث عن الحروف كاملة، نجد أنه ذكر 23 في 515 مرة. سبحان الله، يعني حروف اسم محمد مضاعفات 23، حروف اسم رسول مضاعفات 23، حروف اسم الله مضاعفات 23. طيب ماذا يحدث إذا كتبنا محمد رسول الله؟ العبارة الكاملة محمد رسول الله، سنجد أنها تتكرر في أول سورة وآخر سورة 230 مرة، يساوي 23 في 5 في 2 أو 23 في 10، ليقول لك تلك عشرة كاملة. القرآن كامل اكتمل، لا تستطيع أن تضيف حرفا أو تحذف حرفا. الآن لو يجتمع الكون كله وتجتمع كل قوى العالم أن يضيفوا حرفا للقرآن لا يستطيعون، وهذا بديهي طبعا. لا يمكن لا إضافة حرف ولا حذف حرف. لذلك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل أراد هنا العدد 23 ليقول لك هذا القرآن نزل في 23 سنة، واكتمل نزوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا تغيير ولا تبديل ولا تحريف حتى يرث الله الأرض ومن عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعجزات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.